أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يقسم بإعجابه باليهود وبعلومهم وما وصلوا إليه وأحقيتهم في ذلك؟ هل هذه ردة أم موالاة لهم؟ وما توجيهكم لهؤلاء؟ كيف؟ ما حكم من يقسم بإعجابه باليهود وبعلومهم؟ يقسم؟ شلون يقسم؟ يحلف؟ والله أدري. الله جل وعلا يقول لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، الآية الأخرى، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فلا يجوز الإنسان يعجب بما عند الكفار ويقول هذول هم اللي على الحق، ولولا أنهم على حق ما توصلوا إلى هذه المخترعات. هذه يا أخي من الاستدراج لهم. فلا تعجبك زهرة الدنيا التي في أيديهم، لأنها استدراج لهم. هذا شيء في القرآن، مذكور في القرآن. نهى الله نبيه أن يعجب بما عند الكفار وأن يمد عينيه إلى ما عندهم. ورزق ربك خير وأبقى. الرزق القليل الحلال خير من الدنيا الكثيرة والأموال والثروات مع الكفر. القليل من الإيمان والقوت مع الدين خير من الدنيا كلها مع الكفر. نعم.